اجهز قهوتي. اليوم راح نصور حلقه الدرابيل، دازين لي من سابليه درابيل، مع اني متعوده على سابليه كيك وحلويات. هراويكم يا درابيل ترافل كاهو. اوه ما توقعتها كذي. انا مسويه قهوه على اساس ان اشرب القهوه مع الدرابيل، بس شكله هذا فنتك فما راح اكله مع ما راح اشرب معه قهوه. يبي له قفشه كذي اضبط. حاطين كنا خبز عربي فوق كريمه. هم الدرابيل هلا مفتفتينهم. اوكي خلينا نجربه. طعم الدارسين مبين قوي وايد. قطع الدرابيل نفسها واو يوم، بس حاطين معها كريمه. ترافل باي، اعتقد الترافل يعني انه حاطين فيه طبقات، ففي طبقه الكريمه طبقه الدرابيل، طعمه وايد مميز. ما ادري اذا في كيك، اجرب مره ثانيه. هو بس الطبقات لانه حاطين وايد طبقات فصاير كنا كيك. الدرابيل they're moist، مشتهيه درابيل ساده، فاخلص الكيكه هذه، اخلص القرمه واخلص قهوتي واروح اجرب درابيل على الطريقه التقليديه. حلقة بالحلو نفهم اليوم عن الدرابيل. درابيل حلو كويتي كلنا نعرفه طبعا، ورح نتعلم شوي اليوم عن أصول الدرابيل ونجرب درابيل في كافيه نقوة اللي أنا فيها الحين بالسالمية. فخلنا نقوم نشوف الأصناف. هاي أحمد. هاي شونك؟ أهلا وسهلا بنقوة. أدري عندكم وايد أصناف بس أنا أبي اليوم الدرابيل. درابيل هم الدرابيل دائما فيها درسين صح؟ درابيل عنا درسين وفي الزعفران. زعفران الحين توقف، نزلنا منتج الجديد اللي هو درابيل الشوكليت. هاي درابيل؟ درابيل الشوكليت. لازم كل شيء شوكليت نحط فيه. الدرابيل هي عبارة عن عينة ضعيفة مسوينها رول مثل السينمون، مثل السينبون. الدرابيل مسمينها، أعتقد الاسم جاي من الدربيل أو اللي هو مثل البينوكيلر أو المنظار، فهي شكلها مظبوط درابيل. راح أقعد هناك راح أجربها مع القهوة أو شاي. تمام. اوكي مع القهوه مضيفه كذا، وراح اخذ تور على السريع لان عندكم وايد اشياء اشكالها حلوه. عاد انتم مشهورين بالباكجينج والقريش. يس اكيد. انا ما اسافر من الكويت دائما، كل سفره اذا مسافره وبروح ازور ناس مثلا باوروبا بامريكا لازم اروح نقوى اللي بالمطار. نعم. واحط بالكاري اون ما شاء الله. نعم لا نحن معروفين اكثر شيء أكثر يعني من الحلو. ناس للزيارات للزواره، لان سجل واحد مثلا يبي ياخذ شغله حق ناس برا الكويت او اصدقاء برا الكويت، صح شيء يمثل الكويت، حلو كويتي بسيط، حلو شكله كويتي. حلو مزبوط. فالامانه يعني انا ما اطلع من الكويت الا شايله معي هذا شرف لنا. اهلا وسهلا. اوكي شكرا احمد، انا حقعد هناك. تمام. تبون لي الدرابيل؟ جربت انواع من الدرابيل وفناتق وكاكاو، بس ما نقدر نختم حلقه الدرابيل بدون لا نصور مكان كلكم تعرفونه جدا مميز، هو التاريخ والاصل بالدرابيل. مفاجاه ولقاء حصري. فولو مي. وعلي قول لي عن قاعد يطقطقون لان الدرابيل تحملوا. شلون اسستوا الشمالي او متى تاسس هو الشمالي للحلويات؟ الشمالي هو اول ما تاسس كمدار، المدار يعناته مثل مطحنه. اي تمام. مهمته انه يستوردون الحبوب الحنطه ويطحنونها بالكويت. بالكويت نعم. اول ما تاسس في شرق جوين دراس عبد الرزاق هناك كان، وكان يعني اهم عملائهم هو رقم واحد هم الخبابيس. أوكي. عشان الطحين. تمام. والبيوت العوائل على اساس انه 1885. نعم. هاي قبل الكويت قبل نعم هم قبل الكويت يعني العائله موجوده قبل هذا باكثر من ثلاث قرون. واسسه وكان اسمه الشمالي. كان اسمه الشمالي بس كان مثل ما تقولين مدار يعني مثل مطحنه.
البولات هنا نجيبها من دول الجوار خاصة العراق، يعني مثل عندنا هذا المطاحن جات فتحي نجيبها مثلا من فلسطين. من فلسطين. ففي يعني في نوع من التواصل ونجيب هذا، والسكان ما هو كبير. اي طبعا. اللي نحتاج بالطين لا. اي يعني الكل كان يعرف بالفريج الشمالي توزع. يعرف نعم، مو بس الفريج، يعني احنا لما نشتغل على مستوى مثل المخابز، المخابز مو بمنطقه، مناطق الكويت كلها. مناطق الكويت كلها. ومتى بلشتوا تسوون؟ احنا طبعا قاعد نتكلم عن الدرابيل، ومستحيل نتكلم عن الدرابيل بالكويت او بالخليج او يمكن بالعالم بدون ما نتكلم عن الشمالي. متى بلشتوا تسوون الدرابيل اللي قاعد نشوفهم ورانا هنا؟ أنا بعد ما سوي الكارغة اللي هي المطحنة بعدها تقريبا يعني في نهاية القرن 19-20 بدأ يبون المكاين، فتحول تحول اسم المدار إلى كارغة. كارغة. الكارغة شنو هي كارغة؟ طبعا أنتم ما لحقتوا هذه. الكارغة عبارة عن رحى، والله سمعتوا أنتم بكرامة، في مثل يعني أحمر يا بغر يلف على أساس يطحن الحب، ويستخدمون مثل منه زيت مثل السمسم، ياخذون منه الزيت ويسووا منه الرهش والشغلات مشتركه. الرهش هل هذا اختراع كويتي او خليجي؟ من وين يا الرهش؟ ولا الشمالي يمكن انتم اخترعتوه؟ لا احنا بالشمالي احنا نعتبر من الناس الاوائل يعني. والدرابيل؟ الدرابيل طبعا هذه قديمه يعني منذ قدم، يعني احنا نتكلم على الايام تعرف في خبز رقاق؟ خبز رقاق يحطون على درسين؟ على شنو؟ احنا قبل شنو كانوا يسوون؟ حط على بيض ومش عارف ايش هذا وزعفران ولفونه وقطعونه حق الهاب، فهاي فكره الدربيل. وهني اللي قاعد يسوونه هذه على اصولها بطريقه هذه هاي اصولها. تقدر تقول لنا شلون طريقه صنع الدرابيل؟ يعني احنا عندنا هي طبعا هي عينه عاديه تعتمد على نوع الدرابيل اللي بيسوونها، يعني مثلا في مثل درابيل البيت مكوناتها تختلف عن درابيل مثلا الدارسين. ابو علي تقول لي عن اللوجو شعار الشمالي. الشمال هذا الطير صقر معروف بالكويت من قبل انه اقوى الطيور واكثرها اكتشاف للارض والصحاري للشغلات كلها، ومتابع دقيق اللوجو يدل على انه المعمل ماشي مثل الصقر. مثل الصقر. الحمد لله رب العالمين، في يعني في دراسه للمشوار التاريخ اللي مشى فيه. في نظرة تواكب طلبات الناس واحتياجات الناس، وكأن الصقر يعني احنا ندور على طريقة ترضي الناس الجميع. بس ما ناكل الناس، لا نوكله. لا انتم ترضوننا جميعا اكيد الشمالي. وكنت قاعد تقول لي انت ان طريقتكم بصنع الدرابيل والحلو تطورت مع الوقت صح ولا لا؟ نعم. ما شاء الله من 1885 يعني احنا نتكلم عن المطاعم بالكويت نقول اوه من زمان من 2003 ما شاء الله، يعني انتم زمن طويل مع الكويت. شلون طورتوا اعمالكم؟ هو في اخر القرن 19 بدايه القرن 20 نزلت مكاين للصناعة، فهذه أدت إلى صناعة تطور الصناعة، وهذه قفزة كبيرة. فبدأ الرهش كل هالأمور بلشت. نعم. وأنت للحين تستمتع بأكل الدرابيل والرهش؟ والله إذا ما كل صفك المفضل إذا ما كلت كل يوم شنو؟ والله أصير أنا يعني إنسان ثاني. والله. وبرمضان هل عندكم أصناف مميزة تبيعونها دائما برمضان وبهالفترة؟ هو في كيك في أنواع من الكيك في البقسام فيها اشياء وايده يعني. مشكور ابو علي ما قصرت. راح نروح بس ناخذ لفه على مر. تعلمني على الاصناف الدرابيل اللي موجوده، لان في اكثر من نوع. انا متعوده على الدارسين، بس في دارسين وزعفران. لا لا في انواع وايده. فستق. اوكي راح نلف لورا الكاميرا تلحقنا. الحين عندنا وايد، هذه كلها اصناف من الدرابيل. نعم. هذا الاصلي، هذا الاصلي والاقدم الدارسين. نعم. هذا يطلع من النخاله شنو فيه مكونات؟ هو يكون الطحين نفسه، طحين اسمر دهن خالص سكر مطحون هيل دارسين. نعم. في هيل ومو بس في هيل، الطحين بعد خشن. هذا شكله زعفران لونه اصفر، هذا خصوصي اللي هو الزعفران. نعم. هذيل هذا طولة العمر مقطع يعني نفس الاصلي دارسين. نفس الاصلي بس هذا يختلف في مكون زايد غير مقطع الثاني. اوكي. نعم. درابيل بيت ليش يسمونهم درابيل بيت؟ درابيل البيت يا طولة العمر لان في دهن الراويج هذا سمنه هيل. ايوه
كذي الحين سكر زنجبيل. زنجبيل مثلا يختلف السمنه تختلف اوكي ده. بس الاسم درابيل بيت إيه. يعني هذا اطول هذا من اطول من البار. هذا المقطع يسمونه عشان نكمل هذا طبعا يسمونه مقطع بس غير هذا شوفي المكونات هني تختلف عن المكونات المقطع اللي ماي ورد ماي ورد هذاك فيه هيل وفي عرفت الاسرار الخلطات ترى هذا كنا عادي بس باكجينج غير يعني شكله حلو هذا اسمنا مصفف طبعا مصفف وهذا شنو هذا رهش درابيل رهش رهش اي نعم وهذا بعد في وهذا في فستق على فكره المصفف في فستق هذا لا مشكورة طبعا هذا في فستق اللي يختلف عن هذيل كلهم الفستق اللي يخليه مختلف عنهم هذا ايه هذا طبعا هذا باخذه معي ايه طبعا ما في الرجيم ما يستخدم هذا انا ما عندي رجيم ما عندي رجيم ده يعطيك العافية اوكي مشكور ابو علي حياكم الله سهلا مباركة وحياكم الله مقابلة حصرية أول مرة يدخلون حد الشمالي يعني شو نقول بعد مشكورين وايد حياكم الله